مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع وأهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي لكم عن مكان موجود في أوتوا في منطقة بارهيفن. اللي إجا وما عبرهيفن وما أكل من معجنات The Baker ما أكل معجنات يا جماعة. أنا هذا الزلمة يعني إنسان رائع، أخلاق، تعامل، أكل، حورجيكم جوا هلأ. بس هذا المحل فتح 3 مرات قبله ناس عملوا معجنات وما معجنات، ولا واحد منهم نجح. لما اجى عمر ابدع ما شاء الله، ربنا قال له خد. اول اشي نيته صافية، معاملته بس تدخل جوا كأنك بتحكي مع صديق بتعرفه لك 30 سنة. الاكل اللي جوا مش طبيعي، يعني طعمه رائع كأنك بتاكل من البيت، والاسعار ممتازة. موجود في بارهيفن، حاحط لكم في الديسكريبشن وعلى الشاشة هون العنوان، لازم تيجوا وتشوفوه. كل أكله هيو اسمه The Baker، كل أكله حلال. هذه الأوقات اللي بيكون فاتح فيها. طبعا حندخل على بركة الله، بسم الله. سمعين الموسيقى أكنك أكيد صباحية هيك فيروزية، طلعوا الشغلات الحلوة من فلسطين، شغلات حلوة. يعطيك العافية عمر، كيف صحتك؟ مبروك المحل، الله يبارك فيك. لك سنة فاتح انت صح؟ بدي منقوشة لحمة على كيف كيفك. هذا عمر اللي حكينا لكم عنه، شاب رائع جدا، شفته ضحكته هيك ابتسامته كأنك بتحكي مع اخوك. يعني الاسعار جدا رائعة، بعمل شغلات سفري ممكن تاخذوها، عنده شوية حلويات. طبعا السفري اشي رائع للبيت هيك انتو مع الجماعة. هذا الكرت تبعه، وحط لكم العنوان برضو. طلعت المنقوشة تبعتنا، حامض وفلفل. هلا يسلم ايديك يا عمر، هلا بدي ادوقها قدامكم واحكي لكم كيف الوضع. صراحة يا جماعة أنا أكلت يعني عرايس وفطاير في كتير أماكن، بس زي هاي ما أكلت. طعم رائع، شكرا يا عمر. منقوشة، مش منقوشة زعتر، هاي سفينة زعتر. يا عيني يا عيني، طلع يا اخي. بس بدي لو بدي احكي لكم الريحه، المشكله الريحه بتطلعش بالفيديو. انا صراحه ما كنت جوعان كثير، بس صمم عمر يعزمني على الزعتر. يعني لازم ادوقها، ما في مجال. زي ما انتم شايفين الريحه يا جماعه شيء، يعني بتروح على اماكن تاكل زعتر بس ما في له ريحه. هذا زعتر شكله من زعتر بلادنا يعني. الله يعني عمر هذا أنامله ذهبية، بتعزف على المعجنات، بتعزف عزف. الله يعطيك العافية. ما حكيت لكم في عنده شغلات اسمها سفري، بتقدر تاخذها للدار، تفطر العيلة خاصة على الويك اند. وهي شغلة صغيرة هيك، اخذنا بواقي الشغلات اللي عزمنا عليها وشوية شغلات، اشي رائع. يوم العيلة راح تنبسط. It's caught in the crossfire.